إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور بعد تعرض هذه الأماكن في الغبيري، هذه المباني للضربات الإسرائيلية. نشاهد حجم الدمار وتصاعد الدخان، وبأن المبنى سقط بكامله وسوي بالأرض. الله أكبر. إذن نسمع حجم الدمار، نسمع الصوت الكبير وحجم الدمار لهذه الصواريخ التي استهدفت من خلالها إسرائيل منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.